يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في كتاب التوصل إلى حقيقة التوسل للشيخ محمد الرفاعي؟ أنا ما قرأته، لكن الرجل معروف أنه سلفي وأنه طيب العقيدة إن شاء الله. أما يمكن يصير فيه بعض الأخطاء ما أدري عنه، أنا ما قرأته، لكن الرجل من حيث هو الرجل طيب، ومن الدعاة للتوحيد في بلاد الشام رحمه الله. نعم، وأغلب ظني أن كتابه مستفاد من كتب شيخ الإسلام بن تيمية، لأنه يحب شيخ الإسلام حبة شديدة. نعم.